قبل الحرب بقليل قطر عند حافة الهوية. الأزمة القطرية هي الأزمة الرئيسية في العالم الآن، وهي الأزمة الأولى في منطقة الشرق الأوسط الآن. ما الذي يجري في قطر؟ ما الذي يجري مع قطر؟ ما الذي سيجري لقطر؟ أبرز 10 أسئلة علشان نجيب على المشهد الراهن، ما الذي يجري في الأزمة القطرية؟ السؤال الأول، ماذا بعد المهلة؟ النهاردة تنتهي المهلة عند منتصف الليل، بكرة يبقى أول يوم بعد نهاية المهلة، والبعض بيعتبر بكرة هو نهاية المهلة. أيا كان الأمر، نتكلم على ساعات وتنتهي المهلة، والموقف واضح، قطر رفضت كل المطالب، والدول العربية شايفة أن المطالب كلها لابد أن تتحقق دفعة واحدة. يعني الدول العربية رأيها كل المطالب أو الأزمة قائمة، وقطر رأيها أن كل المطالب لاغية ولا أساس لها، وبالتالي ما بعد المهلة هو مزيد من التصعيد، والأرجح أن يبدأ التصعيد فجر اليوم أو صباح غدا بإجراءات اقتصادية أعنف في مواجهة قطر. السؤال رقم 2، إلى أين تنتهي الوساطة الكويتية؟ دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، هو اللي توسط في الأزمة، ليه مكانة إقليمية ودولية كبيرة جدا، دبلوماسي كبير، ليه اسم على مستوى العالم، فالشيخ صباح توسط في هذه الأزمة. لكن يبدو أن كل المفاوضات باءت بالفشل. النهاردة الإعلام الكويتي نقل عن أمير الكويت أن هو كده أدى واجبه في هذا الأمر، وأن الكويت هتاخد موقف السعودية والدول اللي هي خدت هذا الموقف تجاه قطر. تصريح أمير الكويت، استنفذنا جهود الوساطة ونؤيد ما يقرره أشقاؤنا. يبقى إذن الكويت بتعلن أن جهود الوساطة انتهت وباءت بالفشل، وأن الكويت استنفذت كل ما يمكن لإقناع قطر أو الوصول إلى حل، وبالتالي موقف الكويت هيكون مع الأشقاء. ده معناه أن مصر ودول الخليج الثلاثة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أضيفت أيضا دولة الكويت إلى هذا التحالف العربي. كده 4 دول خليجية زائد مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت. يبقى إذن كانت الدول الخليجية اللي واخدة هذا الموقف من قطر 3، النهاردة بقوا 4 بانضمام دولة الكويت إلى التحالف العربي. السؤال رقم 3، ما هو موقف أمريكا وبريطانيا من الأزمة؟ الاتنين بيقولوا كلام وعكسه، محدش يقدر يفهم بالظبط أمريكا عايزة إيه ولا بريطانيا، فتلاقي تصريح مع قطر وتصريح ضد قطر، تلاقي إن الرئيس ترامب بيقول تصريح وبعديه تصريح تاني يبدو متناقض مع التصريح الأولاني. الخارجية الأمريكية في سياق، والبيت الأبيض في سياق. الخارجية البريطانية بتقول تصريح ويبان بعد كده إن في تصريح آخر من رئاسة الحكومة أو حتى من الخارجية البريطانية. ما نقدرش نعرف بالظبط موقف أمريكا وموقف بريطانيا من الأزمة، تصريح مع قطر، تصريح ضد قطر. إنما في محاولات، أو الرأي العام العربي في هذا الإطار، إما معنا وإما علينا. دولة الإمارات قالت إما شرق أوسط متطرف وتقفوا مع قطر، أو شرق أوسط خالي من التطرف وتقفوا مع التحالف العربي في مواجهة قطر، أو تحالف السلام في مواجهة قطر. السؤال رقم 4، هل خسرت قطر؟ البعض بيقول إن قطر لم تخسر شيئا، الغاز كتير، الفلوس كتيرة، أزمة وتعدي، بيقدروا يصمدوا وعندهم حلفاء أقوياء حقيقيين إقليميا وعالميا. لكن خبراء محايدين بيشوفوا لا، إن خسارة قطر خسارة كبيرة جدا، خسارة معنوية تتعلق بمكانة قطر اللي بقى اسمها دلوقتي مرتبط بالإرهاب، وخسارة مادية كبيرة. اللي يروح دلوقتي من طريق قطر السعودية، الطريق البري عند المنفذ الحدودي، مش هيلاقي ولا إنسان لا رايح من قطر السعودية ولا من السعودية لقطر. المنفذ ده كانت عربيات طابور طويل يوميا،
أصبح خاويا تماما. مطار الدوحة أصبح مطار أشباح، فاضي تماما، لا طائرات تحط في مطار الدوحة. الريال القطري تراجع. في بنوك، 5 بنوك بريطانية وعشرات البنوك حول العالم أوقفت التعامل بالريال القطري. الدولة القطرية سحبت من الاحتياطي واقترضت من الخارج. شوف بقى لما قطر تقترض، ذهب البنك ليقترض، فقطر اقترضت في هذه الأزمة، والريال تراجع، والبورصة النهاردة البورصة القطرية تراجعت كثيرا قبيل يوم أو ساعات من نهاية المهلة. إذا قطر خسرت سياسيا في المكانة نتيجة ربط اسمها بالإرهاب، وخسرت اقتصاديا نتيجة أن كل المنافذ ومطار الدوحة أصبح بلا وجود، كما أن الاقتصاد ريالا وبورصة واحتياطا نقديا كله في تراجع. الأزمة الاقتصادية أصبحت واضحة تماما في قطر. إذا يمكن أن تكون الإجابة نعم، لقد خسرت قطر. السؤال رقم 5، هل يمكن أن تغزو السعودية قطر؟ هل ممكن نشوف مشهد الغزو السعودي لدولة قطر؟ فنشوف الجيش السعودي بيتجه باتجاه الحدود، هي جغرافيا تبدو محافظة صغيرة، فهل ممكن الجيش السعودي ياخد قرار بغزو بري للأراضي القطرية وإسقاط نظام الحكم في قطر وإقامة نظام حكم بديل لنظام حكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؟ الإجابة من الناحية العسكرية يمكن. يمكن للجيش السعودي أن يغزو قطر وأن يسقط الدولة أو النظام القطري. لكن الخبراء بيقولوا إن ده مش هيكون سهل، حتى لو بدأ في الأول إنه سهل، لأنه سرعان ما تتدخل تركيا وإيران وربما روسيا لمنع الغزو السعودي أو الغزو العربي بقيادة السعودية للأراضي القطرية. إذا من الناحية العسكرية يمكن، لكن من الناحية الواقعية صعب جدا، نتيجة في أطراف إقليمية هتدخل على الأراضي القطرية وتشتبك مع القوات العربية أو مع القوات السعودية. وده اللي بيخلي الإمارات تقول باستمرار إنه مفيش خيار عسكري في الأزمة، وإن كل الخيارات سياسية ودبلوماسية. السؤال رقم 6، هل يمكن أن تحارب تركيا السعودية في قطر؟ لو السعودية قررت تاخد القرار اللي هو غزو السعودية للأراضي القطرية، في هذه الحالة في الجيش القطري ما يقدرش يصمد قدام القوات السعودية، في القاعدة الأمريكية في العديد يمكن أن تكون محايدة. بعض مراكز الدراسات بتقول إنه قاعدة العديد القيادة بتاعتها أبلغت قطر إن لو حصل حرب بين قطر وبين السعودية والإمارات لن تستخدم قاعدة العديد الأمريكية من أجل الدخول في الحرب. يبقى إذن احنا في 3 أشكال للوجود العسكري في قطر: الجيش القطري، القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد، والقوات التركية. القوات التركية دلوقتي حوالي 150-160 ضابط وجندي، يعني حاجة صغيرة جدا جدا، حراسة فندق بالكتير. كل القوات التركية اللي كانت موجودة قبل الأزمة 86-87 جندي وضابط، البعض بيقول 90، خلينا نقول إن كانوا 90. أعلى رقم متوقع ممكن 600، بعض مراكز الدراسات بتقول ممكن تركيا تكمل لغاية 4000. لو وصل الجيش التركي في قطر إلى 4000 هنا ممكن يكون في اشتباك، إنما طول ما الجيش التركي في قطر 90-150-200-300-600 هو غير قادر على الاشتباك، وبالكتير ممكن يحمي القصر الأميري. ولو في دخول بقوات أكبر للقصر الأميري، هل بقى ممكن أردوغان يدي أمر إن القوات التركية اللي موجودة، احنا بنتكلم بقى على 3 حاجات عشان ما ننتهش من بعض، في القوات القطرية، الجيش القطري ده مش هيصمد قدام أي غزو بري لقطر، القاعدة الأمريكية لو قررت إنها تكون محايدة يبقى أمريكا بقت بره الصراع،
نمرة 3 القوات التركية. لو القوات التركية وصلوا ل 600 أو أكتر من كده، هل أردوغان هيدي قرار للجيش التركي في قطر اللي هو مئات أو آلاف قليلة على أقصى تقدير فيما بعد، إنه يحارب الجيش السعودي؟ هل يقدر يتحمل سياسيا قدام الشعب التركي إن تركيا تحارب السعودية؟ أعتقد إنه صعب سياسيا إن أردوغان ياخد قرار. لو السعودية خدت قرار غزو قطر، صعب أردوغان ياخد قرار مواجهة السعودية عسكريا في قطر. أردوغان تفكيره كان باستمرار براجماتي في مصلحة لتركيا، لكن من وقت ما تحالف مع جماعات الإسلام السياسي ونحى منحى متطرف ومتشدد واندمج في هذا الطريق الصعب، تركيا نفسها عندها مشاكل اقتصادية فظيعة، اليومين دول في نقص في السيولة شديد جدا في السوق التركي، مكانة تركيا تراجعت في العالم، مشكلة الأكراد زادت جدا في تركيا، ومشكلة ما بعد داعش قد تنعكس سلبيا على الأمن القومي التركي. إذن تركيا الآن في وضع كان عليها أن تختار بين السعودية الحليف الاستراتيجي وبين قطر الحليف الاستراتيجي في مجال الإسلام السياسي. هل تختار السعودية ولا تختار قطر؟ لو أردوغان زمان قبل الربيع العربي وطموحات السلطنة كان هيختار السعودية لأن مصلحته مع السعودية، إنما بعد الربيع العربي وطموحات السلطنة بقى أردوغان بيختار الإيديولوجيا على المصلحة والتطرف على المنفعة، فاختار أردوغان أن يكون في صف قطر وإلا يكون في صف السعودية. لكن إجمالا إذا كان السؤال هل يأمر أردوغان القوات التركية في قطر بالدخول في حرب مع السعودية في حال قيام السعودية بغزو الأراضي القطرية؟ الإجابة لا، أردوغان مش بسهولة ممكن يدي هذا القرار ويكون في حرب تركية سعودية في قطر. وفي هذه الحالة الجيش القطري لن يصمد، القاعدة الأمريكية قد تكون محايدة، أردوغان لن يعطي أمرا بالمواجهة، وده ممكن يسهل إسقاط النظام. أما لو قرر أردوغان المواجهة أو دخلت إيران أو القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر غيرت وجهة نظرها، في هذه الحالة لن يكون ممكنا أي غزو بري للأراضي القطرية. السؤال رقم 7، هل تشعر قطر بالخوف من اتهامات جديدة؟ دلوقتي قطر كل شوية بتفاجأ بوثائق جديدة باتهامات جديدة، وكل ما نقول إن خلاص خلصت اتهامات قطر نلاقي هناك جديد. امبارح صحيفة عكاظ السعودية نشرت اتهامات قوية وموثقة إن قطر مولت ودعمت محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية الراحل، الأمير نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف أيضا، ثلاث محاولات اغتيال مولتها قطر طبقا لصحيفة عكاظ السعودية. ليبيا كل يوم بتقول جديد في دعم قطر للإرهاب في الدولة الليبية منذ سقوط القذافي وحتى اللحظة الراهنة. قطر بقت موجودة حاليا تحت بصر الجميع وتحت نظر الجميع، وحتى قبل كده كان عندها حرية حركة في تمويل الإرهاب، دلوقتي ما عندهاش هذه الحرية من الحركة. قبل كده كانت حقائب الدولارات الكاش بتطلع من قطر إلى كل متطرف في العالم، دلوقتي لم يعد في مقدور قطر تحت نظر الجميع، والأزمة الحالية إنها تمول كما كانت تمول الإرهاب من قبل. قطر تظهر أنها ليست خائفة بالضرورة، لكن من المؤكد أن قطر في مأزق تاريخي لم تكن تتصور أبدا أن تصل إليه. السؤال رقم 8، هل يمكن محاكمة مسؤولين قطريين؟ إذا هذا هو السؤال الإجابة نعم، يمكن محاكمة مسؤولين قطريين. لما يتم توثيق جرائم قطر الإرهابية في أكثر من دولة وتوثيق جرائمها في محاولات اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز ومحاولات الاغتيال الأخرى، ده معناه يمكن جر قطر إلى المحاكمة الدولية. الفريق ضحي خلفان قائد الشرطة
في دبي السابق، الفريق ده خلفان كتب بيقول انه الشيخ حمد بن جاسم الثاني عم الامير وابن عم الامير الاب، الشيخ حمد بن جاسم الثاني هو مجرم وارتكب جرائم كبيرة جدا، وانه ينبغي ان الشيخ حمد بن جاسم الثاني يحاكم شرعيا في الرياض. ده معناه انه الفريق ضحي خلفان بيطالب باعدام الشيخ حمد بن جاسم الثاني، لان كلام الفريق ضاحي محاكمة شرعية، كلام الفريق ضاحي استنادا للكتاب والسنة، كلام الفريق ضاحي بيقول انه اللي عمله حمد بن جاسم يحاكم عليه محاكمة شرعية وياخد عقاب الذين فعلوا ذلك طبقا للإسلام والكتاب والسنة. ده معناه في المجمل هذا الكلام انه اعدام حمد بن جاسم اثناء او بعد محاكمته في الرياض. اذا كان السؤال هل يمكن محاكمة مسؤولين قطريين؟ الإجابة نعم يمكن. السؤال التاسع قبل الأخير، ما هو موقف روسيا في الأزمة؟ روسيا تصرف بدبلوماسية، وجهة نظر متعددة، بتتكلم مع القطريين، بتتكلم مع السعوديين، بتتكلم مع البحرينيين، وطبعا بيتكلموا مع مصر بانتظام. فالرئيس بوتين واخد موقف إنه حل سلمي للأزمة، لكن فاتح الأبواب للجميع، والكل يدق باب بوتين الآن من أجل أن يضمن موقف روسيا في الأزمة. السؤال الأخير، السؤال العاشر والأخير، ما هي أبرز المكالمات الهاتفية ومن هم نجوم الأزمة؟ هل هي أبرز المكالمات إن الكل كلم ترامب والكل كلم بوتين، إنما أبرز مكالمة إقليمية هي مكالمة الرئيس السيسي للملك سلمان قبل أيام قليلة من نهاية المهلة. وبالتالي احنا بنتكلم على نجوم أيضا للأزمة، أبرزهم سفير الإمارات في واشنطن وسفير الإمارات في موسكو ووزير الخارجية القطري ووزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتي، كل دول نجوم في هذه الأزمة، وسائل الإعلام بقت تغطي تصريحاتهم على مدار الساعة. إذا 10 أسئلة خلاصتهم النهائية إن في مطالب من تحالف السلام العربي في مواجهة قطر، التحالف مصر إن كل الشروط تنفذ، قطر بتقول كل الشروط لاغية، قطر خسرت سياسيا، خسرت اقتصاديا، تتصور أنها يمكنها الصمود، إحنا قدام ساعات ويبدأ تصعيد جديد لا يستبعد تماما التفكير في غزو بري لقطر، حتى لو كانت هناك تصريحات دبلوماسية باستبعاد هذا الخيار، إنما علم السياسة لا يزال يضع هذا الخيار في الاعتبار.